بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. النهارده ان شاء الله هنكمل سلسله فيديوهات ذا ريد اليرت لاب. ده الفيديو رقم 68. كنا بنتكلم في الفيديو اللي فات عن الاتي. كنا بقالنا حوالي 3 فيديوهات بنتكلم على احدث نظام لمايكروسوفت وهو ويندوز 11، وازاي احنا لازم نجهز نفسينا ان احنا نستعمل النظام ده في خلال 3 سنين من دلوقتي، لان ويندوز 10 هينتهي العمل به حسب كلام مايكروسوفت على اكتوبر 24 2025. فلازم تكون انت جاهز بان انت تستعمل الويندوز 11 في خلال الثلاث سنين دول. تكون جربته، تكون عرفت مزاياه، تكون عرفت عيوبه، تكون جربته مع كل البرامج المختلفه عشان تشوف فيه كومباتيبلتي ولا لا، او في تكامل ما بينهم وبين بعض او لا. في بعض البرامج مثلا ما بتشتغلش مع الويندوز 11 دلوقتي، ممكن يكون فيها مشكله. مش شرط البرامج المشهوره زي ادوب ريدر وحاجات تانية، ممكن تكون برامج عندك في الشبكه، برنامج مثلا بتوع المحاسبين اللي عندك، مثلا برنامج مثلا بتوع الامن، في حاجات كتير قوي. فلازم ان انت تتاكد ان كل البرامج اللي شغال على ويندوز 10 تقدر تشتغل على ويندوز 11. كان جانا بقالنا 3 فيديوهات قلنا ايه، هنعمل خطه ان احنا نجرب الويندوز 11 ده. فهنعمل ايه؟ هنروح من كل اداره. انا عندي مثلا اداره الحسابات، اداره الاتش ار، هاخد من كل اداره جهاز احط عليها ويندوز 11 خلاص، واحط عليها كل البرامج اللي بيستعملها بتوع الحسابات وبتوع الاتش ار واغلب البرامج المشتركه ما بين كل الادارات، هحطها على الجهاز اللي على ويندوز 11 ده ونخلي الناس تشتغل عليه. ومش كده وبس، هعمل جهاز زي ما بنقول هنحط عليه ويندوز 11 وكل البرامج اللي الناس كلها بتستعملها عندي في الشبكه، وهلعب كمان في النسخه دي ان اخليها اسرع واحدث واخد منها ايمج او نسخه، عشان بعد كده لو الناس ادتني الاوكي على المكنه اللي بيجربوا عليه، يعني مثلا اتش ار اشتغل ويندوز 11 كويس، الحسابات اشتغل ويندوز 11 كويس، اروح مطبق بقى نسخه الويندوز 11 دي على كل المكنه اللي عندي في الشبكه خلاص. فكان بقى لنا فتره 3 فيديوهات بنتكلم على ازاي ان احنا نسرع الويندوز 11، ايه البرامج اللي اغلب الشركات الكبيره بتستعملها. يعني سبيل المثال عايزين نسرع الويندوز 11، قلنا في حاجه اسمها فيرتشوال ميموري، في حاجه اسمها نقفل الفيجوال افكتس او المؤثرات البصريه، في حاجه مثلا اسمها ان انا اغير من شكل الويندوز عشان يبقى الناس تقدر تستعمله بشكل احسن، حته الستارت منيو تبقى شبه الويندوز 7 مش الويندوز 10 القديمه او ويندوز 10. وكنا اتكلمنا حاجات كتير جدا في الجزئيه دي. طيب في كده كونسبت عايز اقوله، او في مبدا عايز اقوله. مبدئيا نسخة الويندوز بتيجي بشكل معين، انت بتروح موقع مايكروسوفت عايز مثلا تنزل اسطوانة الويندوز 11، بتنزلها نسخة الكترونية بنسميها ايزو ايمج او نسخة ديجيتال زي ما بنقول، تاخدها تحرقها على اسطوانة وتسطبها على المكن خلاص كده، دي اسمها ايزو ايمج او نسخة الكترونية، بتنزلها من على النت وبعدين تحرقها على فلاشة او على اسطوانة كويس قوي. دي اسطوانة الويندوز لما بتسطبها بتبقى جاية بشكل طبيعي او جايه بشكل معين، اللي هي جايه عليها الويندوز بس، عليها شويه برامج مساعده مايكروسوفت منزلاها في الويندوز بتاعتها، زي مثلا برنامج البينتر مثلا اللي هو الرسام وشويه برامج تانية خلاص. دي بتبقى جايه ببلاش مع نسخه الويندوز خلاص، دي نسخه عاديه جدا ما فيهاش اي حاجه، مثلا مع الكورتانا اللي هي البرامج العاديه اللي جايه مع الويندوز دي بنسميها نسخه ويندوز اصليه خلاص. طيب النسخه الويندوز دي انا نزلتها على مكنه وقعدت لعبت فيها خلاص، لعبت فيها وزودت عليها برامج مثلا زي الاوفيس وزي الادوب ريدر وزي حاجات تانية كتير، وفي الاخر اخدت نسخه او عملت نسخه من الجهاز ده او المكنه دي. يعني جبت مكنه نزلت عليها ويندوز 11 اللي جاي من مايكروسوفت، نزلت عليها اوفيس وبرامج وبتاع، وبعدين اخدت منها نسخه عشان اطبقها على بقيه المكنه اللي عندي في الشبكه. كده نسخه الويندوز دي ما بقتش نسخه ويندوز اصليه، بقى نسخه ويندوز معدله خلاص، ويندوز معدله، لان الويندوز ما بيجيش معاه الاوفيس والبرامج التانية دي ماشي. طيب في طريقتين ان انا اقدر ان انا العب في الويندوز خلاص، ان انا اخليها نسخه ويندوز معدله. الطريقه الاولانيه ان انا انزل نسخه الويندوز العاديه واسطب عليها البرامج وكل حاجه انا عايزها، وبعدين اخد منها نسخه ببرنامج زي الاكرونس او زي النورتون جوست لو عايز تسمعوا، انا حاجه بتاخد نسخ من البرامج كده. دي اول طريقه ان انا اعمل نسخه ويندوز معدله خلاص. وفي طريقه ثانيه ان انا بقى مش ايه انزل نسخه الويندوز وبعدين احط عليها برامج وبعدين اخد منها نسخه، لا، ان انا العب في الاسطوانه نفسها. في برنامج معين او برامج معينه انت بتدي له اسطوانه الويندوز، بتنزلها له تقول له اتفضل يا باشا ادي اسطوانه الويندوز، ويقوم البرنامج ده داخل لعب في الاسطوانه وهي لسه ما اتسطبتش. يعني انت اديت له اسطوانه الويندوز، دخل لعب فيها وظبطها تمام، وبعد كده تاخد النسخه دي تسطبها تلاقيها شكلها متغير والدنيا فيها متغيره. دي بنسمع عنها كتير قوي، واحد مثلا يقول لك ايه دي نسخه ويندوز، واحد يجيب لك اسطوانه ويندوز يقول لك بص يا باشا نسخه الويندوز دي نسخه فوره، تيجي تسطب النسخه دي تلاقي بقى مش نازله كده ويندوز بس، لا معاها اوفيس ومعاها حاجات تانيه كتير. دي نسخه ويندوز معدله، وفي برامج بتعمل الكلام ده. تيجي تروح انت جايب اسطوانه الويندوز وتستعمل البرنامج ده يلعب في اسطوانه الويندوز قبل ما تسطبها
خلاص كده. دي طريقة. وفي طريقة تانية نلعب في الويندوز بعد ما تنزل، زي ما قلنا ان انا انزل نسخة الويندوز واحط عليها البرامج، وبعدين استعمل برنامج زي الاكرونس او الجوست عشان اخد بيها نسخة، تمام. وفي طريقة تالتة ان انا بنزل برضو برامج اسمها تويكرز او بيسموها ايه، معدلات، برنامج صغير بينزل، بس ده شرط يكون الويندوز متسطبة، يعني كنت سطبت الويندوز، بتنزل البرنامج ده بيلعب في الويندوز وبيغير من شكلها. طيب يعني في طريقتين اعمل بيها نسخة ويندوز معدلة، يا قبل ما تتسطب ببرامج معينة يا بعد ما تتسطب، خلاص كده. طيب هنناقش كل دول، هنناقش ازاي نستعمل برامج ان انا اعدل الويندوز قبل ما تتسطب، وازاي نعدل الويندوز بعد ما تتسطب، خلاص. طيب نبتدي نقول واحد من البرامج اللي هي اسمها، هنشوفها دلوقتي، حاجه اسمها MSMG. ركزوا معايا قوي في البرنامج ده، اسمه MSMG. ده برنامج سعادتك بتنزله من الموقع، وبعدين بتروح قايل له اتفضل يا باشا ادي اسطوانه الويندوز. اولا هتنزل البرنامج ده، وبعدين تروح موقع مايكروسوفت تنزل اسطوانه الويندوز الايزو ايمج او النسخه الالكترونيه، وتشاور البرنامج عليها. خلاص البرنامج يشوفها، يبتدي يقول لك انا النسخه بتاعت الويندوز 11 دي فيها كيت وكيت وكيت وكيت، فيها مثلا الويندوز ستور، فيها مثلا جيمز بتاعت سوليتير بتاعت ويندوز سوليتير، فيها مثلا حاجات كتير قوي، اشيل لك منها ايه واسيب لك منها ايه. ادي واحد. يعني بصوا هنا يا جماعه، هنا على سبيل المثال خلينا نرجع ورا شويه، انا عايز بس اوريكم الحته بتاعت، بصوا البرنامج ده ممكن يعمل ايه. اولا ممكن يحط لك، انت دلوقتي جبت البرنامج شاورته على اسطوانه الويندوز، ممكن يشيل لك حاجات من الويندوز من على الاسطوانه دي، يعني ويندوز 11 بيبقى جاي معاها مثلا ويندوز ستور وكورتانا، البرنامج بيشيلها لك منها، تيجي تسطب الويندوز تلاقي لا الكورتانا موجود ولا الستور موجود، فيقدر يشير لك برامج من عليها فيقلل من مساحة اللي هتتسطب الويندوز. يعني انت دلوقتي مثلا الويندوز طبيعي بتنزل على هارد ديسك مثلا 100 جيجا، بعد ما تشيل منها شويه حاجات تلاقي نسخه الويندوز نزلت على مساحه اقل. دي حاجه اسمها ريديوس فوت برينت. يعني ايه ريديوس فوت برينت؟ انا اشيل بعض من الكومبوننتس او المكونات بتاعه الويندوز اللي انا مش عايزها، زي الويندوز ستور اللي هو عامل زي الجوجل ستور كده او الابل ستور، زي الكورتانا انا مش محتاجها واتكلمنا عليها، دي عامله زي سيري او زي جوجل اسيستنت، حاجه بتدي اوامر صوتيه للويندوز بتنفذ لك بيها شويه حاجات، اقفل الجهاز افتح الجهاز كده يعني، تمام. فده بيقلل لك نسخه الويندوز، بدل ما الويندوز بتنزل على 100 جيجا مثلا تنزل على 50، فده البرنامج بيعملها ريديوس فوت برينت. طيب كويس قوي. وبينتجريت حاجات، يعني الام جي الام اس ام جي ده بيعمل ايه؟ انت مثلا لما تيجي بتسطب الويندوز بتبقى مثلا معهاش حاجه اسمها نت فريم. نت فريم ده برنامج حاجات كتير قوي مايكروسوفت بتستعمله، فانت بتعمل ايه؟ بتنزل اسطوانه الويندوز او بتسطب الويندوز، وبعد كده بتقول له لو سمحت نزل لي نت فريم. البرنامج ده ممكن يخلي اصلا الويندوز وهي بتنزل يبقى معاها النت فريم، فانت كده ممكن ان انت تشيل حاجات من الجهاز او تشيل حاجات من الويندوز وتزود حاجات على الويندوز. حاجه كمان، انت دلوقتي مثلا عندك اجهزه كتير في الشبكه، اجهزه اتش بي وديل وحاجات كتير قوي، فانت عايز ان نسخه الويندوز تتعرف على المكونات او الهاردوير بتاع الاتش بي والديل والحاجات دي كلها، فممكن عن طريق البرنامج ده تحط او تدمج مع اسطوانه الويندوز تعريفات الاتش بي وتعريفات الديل وكل الحاجات اللي عندك، فنسخه الويندوز تتسطب تلاقي اتعرفت على كل مكونات الاتش بي والديل، خلاص. فبينتجريت، ممكن انت تحط درايفرز تعريفات، ممكن انت تحط معاها نت فريم مثلا يزود النت فريم، ممكن ان انت مثلا نسخه الويندوز اللي انت مسطبها على سبيل المثال معاها اللغه الانجليزيه، اللي هو مثلا الويندوز كلها تظهر باللغه الانجليزي، ممكن ان انت تضيف مع نسخه الويندوز اللغه العربيه بحيث ان اليوزر لو عايز يقلب الويندوز كلها عربي يقدر يقلبها. فدي انتجريت، ان انت تحط حاجات مع نسخه الويندوز او تشيل حاجات من نسخه الويندوز. فالام اس ام جي يقدر يشيل حاجات من الويندوز ويقدر يحط حاجات في الويندوز. لاحظوا ان كل ده انا لسه ما سطبتش الويندوز، انا اديته الاسطوانه وهو بيلعب فيها وهي معايا لسه ما عملش فيها حاجه. طب ايه كمان ممكن على سبيل المثال، مثلا اني عايز مثلا انا مثلا بنزل ويندوز 11 عايز احدثها، فبقول له ابديت ويندوز، فبيروح راح موقع مايكروسوفت ينزل اخر تحديثات للويندوز 11. ممكن البرنامج ده يعمل ايه؟ تشاور له على التحديثات، قول له بص بقى انا هنزل لك التحديثات كلها بتاعت ويندوز 11 دي، ادمجها مع اسطوانه الويندوز، يعني الويندوز تتسطب بالتعريفات بتاعت الاجهزه اللي هتنزل عليها وبالابديتس او باخر تحديثات نازله، يعني الويندوز بتنزل بالتحديثات بتاعتها وهي بتتسطب. فيبقى اشوف بقى كام حاجه بتتعمل، طبعا جميله جدا. وممكن كمان ان انت عن طريق البرنامج ده تلعب في شكل الويندوز، تخلي شكلها بقى يمين شكلها شمال، تلعب فيها كتير، ممكن تحط ايه زي ما بنسميها ثيمز، ممكن تخلي مثلا شكل الويندوز ليها شكل مختلف، ممكن تلعب عن طريق الام اس ام جي ده، تمام كده. فالبرنامج ده بيعمل حاجات كتير جدا،
يعني على سبيل المثال لو تفتكروا قلت لكم ان انا استولد الويندوز 11 هينزل منها نسخه اسمها ويندوز 11 ال تي اس سي، وقلنا ايه ال تي اس سي؟ مثل ال تي اس سي ان هو بينزل متشال منه حاجات. الويندوز 11 بيبقى مثلا الويندوز 11 العاديه بيبقى فيها عليها ويندوز ستور وعليها كورتانا، وانا قلت لكم انا ما بحبش لا الكورتانا ولا بحب الويندوز ستور، وحكينا ليه انا ما بحبش الاثنين دول. الويندوز ستور ممكن ببساطه اليوزر يدخل ينزل جيمز ينزل حاجات، وانا مش عايز الكلام ده. ده بالاضافه ان الويندوز ستور ممكن يكون عليه برامج انا مش عارف مصدرها ايه ومين اللي كاتبها، وممكن تبقى مشكله يعني. فانا مش عايز الراجل يستعمل ويندوز ستور. ثانيا الكورتانا، انا مش عايز الكورتانا لانه ممكن اي حد يقلد الصوت ويدي اوامر صوتيه للجهاز، فدي مشكله، مش عايز كورتانا. ده بالاضافه ان فكره انه برضو انا مش عايز اليوزر ان هو يلعب جيمز مثلا، عايز اشيل الجيمز من الويندوز، الويندوز بتنزل بسوليتير وحاجات كده، فعايز اشيل الكلام ده كله. خلاص كده؟ فالويندوز 11 ال تي اس سي بتبقى متشال منها الكورتانا ومتشال منها الويندوز ستور. طيب الويندوز 11 ال تي اس سي لسه ما نزلتش. فاحنا هنعمل ايه؟ احنا هنعملها قبل ما مايكروسوفت تنزلها، يعني ايه؟ هاخد ويندوز 11، انا عرفت ان انا مش عايز الويندوز 11، فاروح اخد ويندوز 11 اشيل منها الويندوز ستور واشيل منها الكورتانا واشيل منها الكلام ده كله، وانا عملت نسخه الويندوز 11 ال تي اس سي قبل ما مايكروسوفت تعملها. طبعا هي مش بسيطه قوي كده، بس هي ايه، احنا بنحاول ان احنا نسبق الاحداث، او ان احنا نعمل حاجه شبه اللي مايكروسوفت هتعملها. طبعا ممكن مايكروسوفت تعمل حاجه احسن، بس احنا بنحاول ان احنا نقيف الويندوز على كيفنا. فالام اس ام جي يقدر يخلينا نعمل كده، يقدر يشيل الويندوز ستور ويقدر يشيل الكورتانا ويقدر يشيل الكلام ده كله. فانا هنزل البرنامج ببساطه وهبتدي اشتغل عليه، ابتدي بقى اشوف انا عايز اعمل ايه. عايز دلوقتي هنزله، هو في الداونلودز طبعا فيتشرز. هنا بيقول لك ايه؟ بصوا فيتشرز بيشرح بقى. هنا بيقول لك انت ممكن تضيف على او تدمج مع اسطوانه الويندوز زي ما بيقول الويندوز، تنزل مثلا باللغه العربي معاها، مثلا تقدر تقلب اللغه عربي، تقدر تحط معاها تعريفات الاجهزه او درايفرات الاجهزه اللي عندك، تعريفات الاتش بي، تعريفات الدل، ممكن تعمل الكلام ده ببساطه شديده جدا. خلاص كده؟ ممكن تضيف، قلنا الفيتشرز زي ايه مثلا؟ ان انت تضيف نت فريم، ممكن انت تضيف التحديثات، يعني الويندوز 11 تنزل بالتحديثات بتاعتها. خلاص كده؟ ممكن تشيل منها حاجات زي ما قلنا، تشيل منها الكورتانا، تشيل منها سوليتير، الكلام ده كله. لاحظوا ان كل ده بيتعمل ونسخه الويندوز لسه ما سطبتش، هي الاسطوانه موجوده وبيخش يلعب فيها. خلاص كده؟ طيب هنكمل. وكاستمايزيشن بقى، انت تلعب وكل الكلام ده كله. وفي الاخر خالص بعد ما بتلعب في نسخه الويندوز دي خلاص بتظبط. هو اولا بيعمل ايه عشان تعرفوا البرنامج ده؟ بيخش ياخد اسطوانه الويندوز دي يفكها. خلاص اسطوانه الويندوز بتبقى جايه ايزو ايمج دي، ياخدها يفكها يلعب فيها. تمام؟ يعني هو بيفكها من ايزو لحاجه تانية. خلاص كده؟ وبيلعب فيها، وبعد كده في الاخر يحولها لايزو تاني. خلاص؟ هي دي فكره البرنامج. خلاص بيفك الاسطوانه ويلعب فيها، وبعدين يرجع تاني يحولها لاسطوانه. خلاص كده؟ طيب او يحولها لايزو يعني. خلاص؟ فبالتالي هو ده طريقه من الطرق ان انا العب في نسخه الويندوز، او انا اعمل نسخه ويندوز معدله قبل ما الويندوز تتسطب. خلاص؟ وقلنا في طريقه ان انا اعمل نسخه ويندوز معدله بعد ما تتسطب، عن طريق ان انزل نسخه الويندوز واحط البرامج واعمل كل حاجه، بعدين استعمل الاكرونوس او جوست واخد نسخه من الويندوز دي، فكده تبقى نسخه ويندوز معدله. طيب هننزل البرنامج ده. خلاص ونشوف بقى هنا. بصوا في هنا عندنا ايه؟ في عندنا ادي البرنامج، وفي حاجه اسمها تول باكس او تول باكس. ده بيعمل ايه؟ هنا بقى بيحط لك مثلا ايه، الفايرفوكس والنت فريم وتحديثات مايكروسوفت، حاجات كتير قوي، بحيث ان انت لو عايز تدمج مثلا على سبيل المثال النت فريم مع الويندوز، هو بيديك النت فريم هنا جاهز تروح مدخله على الويندوز. إيه مش عارف، عايز مثلا ايدج مثلا، ممكن تدمجه مع، رغم ان الايدج بينزل طبيعي طبعا. حاجات كتير بقى ممكن انت تضيف، مثلا اللغه العربيه مديك هو اللغه العربيه جاهزه ان انت تنزل، بدل ما تروح موقع مايكروسوفت تنزل اللغه العربيه، هو هنا مديك شويه حاجات تنزلها على طول. خلاص؟ فادي النسخه، هنروح نقول له داونلود. ده البرنامج نفسه وده الاضافات بتاعته. يعني بصوا ادي البرنامج اسمه تول كيت 12.77Z، ده هنا مضغوط، ده البرنامج نفسه. وفي بقى اضافات ثانيه هنشوفها. يعني ادي البرنامج هنضغط عليه ونقول له نزله. خلاص كده؟ وبعدين نمشي شويه بسيطه كده، اهو نزلناه. هنكمل كمان، نمشي حاجه بسيطه، بصوا بقى، نمشي كده كمان، نمشي كده كمان. بصوا هنيجي فين بقى؟ هنيجي في حاجه بسيطه كده عايز اوريكم نمشي كده حاجه بسيطه. بصوا بقى، نرجع حاجه كمان كده، نرجع حاجه بسيطه كمان، نرجع حاجه. بصوا بقى خلاص نزلنا ايه، نزلنا التول ده، خلاص نزلناه. بصوا بقى، يعني عايز ارجع حاجه بسيطه كده، نرجع حاجه كمان كده. بصوا بقى انا عايز اوريها لكم فين. بص نمشي كده كده، نزلنا البرنامج ده. خلاص خلاص نزلناه يا سيدي، خلاص نزلناه اهو، ماشي اهو نزلناه.
خلاص نزلته بالبرنامج ده فري داونلود مانجر. ده على فكره يا جماعه برنامج ببلاش بينزل يعني داونلودر يعني. بصوا هنا بقى الباكجز دي، بصوا هي دي بقى ايه الباكجز دي، ايه بقى الاضافات اللي ممكن تاخدها وتضيفها مع اسطوانه الويندوز؟ زي ايه؟ زي ايه؟ خلينا نبص كده. لو فتحنا طبعا انا بس بعمل بوك مارك عشان اسيف الصفحه دي، دون تمام. وبعدين هنقول له بقى براوز وريني كده. لا استنوا يا جماعه، لا لا مش عايز دي، انا مش عايز، لا لا بصوا 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 ماشي. هنقول له هنا براوز، خليه بس كده اشوف الاول ده، عايز اوريكم الاضافات دي بس ثانيه واحده كده لما نفتحها. طبعا انا مش عايز ده، لسه في نقطه تانيه انا مش عايزها. بصوا هنرجع كده تاني، نرجع هي كمان كده، بصوا اهي انا عايز ارجع كده كمان. بصوا انا عايز الباكس الباكس الباكس، لا الباكس لا. بصوا يا جماعه ايوه ثانيه واحده، انا عايز اجيب لكم الباكس بالظبط. بصوا يا جماعه الباكس اللي هي دي، هنخش على التانيه الباكس دي، تيجي تفتحها تلاقي ايه؟ بص عندك مثلا ايه الايدج جيمز نت فريم، دي اللي هي انت بتنزلها من اللي هي التانيه دي. بصوا اللي هي فين؟ اللي هي دي، يعني ده موجود فين؟ لو مشينا حاجه بسيطه كده، مش حاجه كمان كده اهو، هدوس على ده هيدخلني بقى يجيب لي النت فريم والتفاصيل دي كلها. خلاص طيب، دي طريقه ان انا العب في الويندوز قبل ما تنزل. ايه بقى الطريقه الثانيه ان انا اعدل في الويندوز بعد ما تنزل؟ بنشتغل بحاجه اسمها تويكرز. في بعض الديفلوبرز بينزل ادوات، انت شرط تكون مسطب الويندوز وبعدين تستعمل الاداه دي تعدل لك في الويندوز. يعني ايه؟ تقفل حاجات، تزود حاجات، تشيل حاجات. من اشهر الحاجات دي في ادتين انا بستعمله، حاجه اسمها ويندوز كلوب تويكر وحاجه اسمها وين ايرو تويكر. طيب خلينا نشوف ايه الويندوز كلوب تويكر دي. هنخش على موقع اسمه ويندوز كلوب، ده بتنزل الاداه دي بتخليك ان انت تلعب في نسخه الويندوز، تقفل حاجات، تغير حاجات، تعدل حاجات، بس شرط لازم تكون نسخه الويندوز متسطبه. الام اس ام جي لازم تكون نسخه الويندوز مش متسطبه، نسخه ايزو، بتلعب في النسخه الايزو تمام. طيب خلينا دلوقتي نشوف برضو ادي الويندوز كلوب. خلاص هنخش في أداة اسمها ويندوز 11 تويكر، خلاص اسمها ويندوز 11 تويكر. فالويندوز 11 تويكر دي أداة هتنزلها، خلاص هتيجي تروح كده ويندوز كلاب. وعلى فكرة يا جماعة ده موقع مشهور جدا، بينزل أدوات كتيرة جدا حلوة للويندوز، وفيها شوية حاجات برضو عايز في مشاكل في الويندوز بيعالجها لك، وفي كمية معلومات هايلة عن الويندوز ومشاكلها وأهم البرامج. خلاص هنلاقي حاجة اسمها ألتيميت ويندوز تويكر 5 فور ويندوز 11 تمام. ادي دي نسخة تويكر او برنامج بيلعب في نسخة الويندوز، بيزود فيها حاجات، بينقص فيها حاجات، وهنشوف انها كلها حاجات مفيدة يعني. تمام هنبص كده بأسرع. بص يا جماعة ادي منظر البرنامج اهو، شايفين بيقول لك ايه؟ طب عايز تعمل ايه مثلا؟ عايز ان انت ديسيبل ستارت انيميشن. انتوا عارفين وانت بتدخل على ويندوز لاول مرة بيروح كاتب لك هاي مش عارف ايه، اصبر شوية لحد ما ندخلك على الويندوز. دي مثلا الاداه دي بتقفلها، لان ساعات بتطول يعني، بتقعد لها مثلا دقيقتين ثلاثه لحد ما بيدخلك على الويندوز. فانت عايز تعمل ديستارت ديسيبل ستارت انيميشن، مش عايز ان انت كل ما تيجي تدخل ويندوز لاول مره الويندوز يقول لك هاي استنى انا بجهز لك سطح المكتب، كل الكلام ده كله مش عايزينه. حاجات كتير قوي بقى ممكن تلعب فيها عن طريق البرنامج ده. طب واحد يقول لي البرنامج ده بيقفل حاجات في الويندوز وبيعدل حاجات في الويندوز ازاي؟ ازاي بيعرف يعمل الكلام ده؟ عن طريق الريجستري. خلاص قلت لكم قبل كده الريجستري هو عباره عن مكان الويندوز بتخزن فيه كل ما يتعلق بيها، وكل الخصائص بتاعتها متخزنه في الريجستري. يعني انا باختصار ممكن انا اعرف كل خصائص الويندوز، اعرف عنها كل حاجه عن طريق الريجستري، وممكن كمان اعدل في كل خصائص الويندوز عن طريق الريجستري. خلاص فالبرنامج بيلعب في الريجستري، بيخش يعدل فيه عشان يغير لك الويندوز شكلها بقى، منظرها، يقفل حاجات، يعدل حاجات. هي دي الفكره. ده اسمه Ultimate Windows Tweaker for Windows 11، ودي أداة من موقع أنا يعني بحبه بصراحة، وموقع كويس أوي تمام. في بقى موقع تاني أهو، ده هنداونلود Ultimate Windows Tweaker، هننزل الأداة دي وهنشوف بقى كمان نستعملها إزاي، إحنا هنعدل في نسخة الويندوز 11 عن طريقها. خلاص يا جماعة كل هعمل فيديو إزاي استعمل الويندوز تويكر او الالتيميت ويندوز تويكر، وازاي هستعمل الام اس ام جي، وازاي هستعمل كمان الوين ايرو، هستعمل كل واحد من دول هوريه لكم ماشي. ده بالاضافه ازاي ان انا هاخد نسخه من الويندوز ببرامجها عن طريق الاكرونوس، برضو ده انا هعمل له ايه فيديو. طيب نيجي بقى على حاجه اسمها وين ايرو. ده موقع لواحد روسي
برضو في برامج كتير قوي مهمة عن الويندوز وتيبس اند تريكس، حاجات لها علاقة بالويندوز وازاي ان انت تلعب فيها وتعدلها. وده موقع روسي. مشكلة موقع روسي ده برضو منزل أداة تلعب في الويندوز 10 او الويندوز 11. مشكلة الموقع ده ان اغلب الفاير وولز مثلا زي الفورتي جيت او السوفس او البتاع بيعتبره فيروس او مالوير، معرفش ليه خلاص كده يعني دايما بيقف معاه كده، بيقف معاه ولما تنزل منه حاجه يقول لك ده مالوير او انتي فايروس، معرفش ليه رغم ان هو انا بعمل سكان حاجه بتاعته فيهاش حاجه. المهم ده برضو منزل اداه خلاص، وانت برضو عشان تطمن اعمل سكان على الاداه دي بعد ما تنزل. فهننزل حاجه اسمها وين اي روت ويكر، ده برضو عباره عن برنامج بيخليك ان انت تعدل في نسخه الويندوز، يقفل حاجات يعدل حاجات تمام. وهنشوف برضو ازاي ان البرنامج ده مفيد جدا. مثل البرنامج ده بقى حاجه يعني الويندوز كلاب عامله نفس الحكايه، بس الويندوز كلاب ما بيقولكش والله، لا الاثنين بيقول لك ايه، انا بعمل بيديك برنامج يعدل في الويندوز وبيقول لك انا عدلتها ازاي لو عايز تعملها مانوال بايدك. يعني احنا قلنا ان البرنامج ده عشان مثلا يعني يقفل حاجه في الويندوز بيقول لك هروح العب في الريجستري في الحته الفلانيه، فيا اما البرنامج يعمل لك الموضوع ده، التويكر ده يخلص لك المعرفه يعمل الكلام ده بمعرفته، يا اما يقول لك روح عدل الريجستري اللي هو في المكان الفلاني بايدك، فكده بيعرفك الطريقه. فانت لو انت مش واثق في البرنامج وحاسس ان هو ممكن يكون فيه مشكله، خلاص اعرف الريجستري اللي بيقفل مثلا حاجه في الويندوز روح عدله بايدك خلاص. فخلينا نشوف برضو التويكر ده، وممتاز على فكره هنشوف واحده منهم يعني مفيده جدا جدا جدا، حاجه في الويندوز 11 ضايقتني قوي، وهوريكم ان ازاي عن طريق الريجستري كي نقدر ان احنا نعدل في شكل في الاوبشن ده في الويندوز 11 خلاص. فهنند داونلود اللي هو الوين ايرو تويكر تمام. دي كلها برامج تعدل في نسخه الويندوز خلاص. طيب خلاص نزلناها، وهوريكم في 4-5 فيديوهات ازاي نستعمل الادوات دي. نيجي نكمل شغلنا في الويندوز 11. اخر مره كنا نزلنا 7 زيب ونزلنا الكي باس ونزلنا الادوب ريدر، كنا عملنا الكلام ده كله. النهارده بقى هنبتدي نشتغل في الويندوز 11 نكمل عليه، عايزين نشوف ازاي نحسن من اداء الويندوز. في تبايه كده صغيره هقول لكم عليها ازاي احنا نعدل من اداء الويندوز خلاص، عن طريق حاجه في الباور اوبشنز، وازاي ان احنا نظبط شويه حاجات في الويندوز. انا راجل دلوقتي قاعد في مصر، ف التوقيت بتاعي مختلف عن توقيت امريكا، العمله اللي انا بتعامل فيها مختلفه عن عمله امريكا، حتى تعاملاتي بمعنى ان انا مثلا هنا على سبيل المثال شغالين هنا بالكيلو جرام، على سبيل المثال امريكا شغاله حاجه اسمها باوند، شغالين بالباوند خلاص كده. مثلا احنا شغالين بالسنتيمتر، او شغالين هنا مثلا درجه الحراره ب في سيليزيوس او بنسميها سيليزيوس، هم شغالين في امريكا فهرنهايت. فالويندوز لازم افهمها اعدل فيها اقول لها لو سمحت يا ويندوز انا هنا في مصر يبقى العمله بتاعتي الجنيه المصري، انا هنا في مصر يبقى لازم المقاييس عندي لما تيجي تشتغلي وورد او اكسل يبتدي يسالك على مقاييس وزن او حاجه، انا بشتغل بالكيلو جرام مش بالباوند، زي ما يقول لك مثلا بيوي كذا باوند، يقول لك انه الواد الراجل ده يوزن كام باوند مش كام كيلو خلاص كده. كل الكلام ده كله هنظبطه الاول عن طريق في الباور اوبشنز، هقول له لو سمحت انا عايزك ان انت تخلي في حاجه في الباور اوبشنز. ايه الباور اوبشنز دي؟ انت لو عندك لابتوب خلاص، في الباور اوبشنز بتقول له لو سمحت انا عايز مثلا انه لما البطاريه توصل مثلا 20% تطفي الجهاز خلاص كده. طيب وعايزك مثلا لما يكون اللابتوب على الشاحن ما تطفيهوش، لما يبقى لابتوب على البطاريه اطفيه لما البطاريه توصل 20%. طيب ده بالنسبه لللابتوب. بالنسبه للاجهزه العاديه، لا الاجهزه العاديه هي واصله في الكهرباء على طول تمام كده. ففي حاجه تقول له في الباور اوبشنز، قول له لو سمحت طول ما الجهاز ده ديسكتوب او جهاز واصل في كهرباء ما تقفلش الجهاز ده خالص، ما تطفيهوش خالص، لا تطفي الهارد ديسك ولا تطفي الشاشه، ما تطفيش الهارد ديسك تمام. وده بيحسن من اداء الجهاز خلاص، بيحسن من اداء الجهاز. في حاجه اسمها في الباور اوبشنز اسمها هاي بيرفورمانس بلان تمام. لما تحط الباور اوبشن على هاي بيرفورمانس معنى كده ان الجهاز يبقى سريع خلاص كده، وهنشوف. طيب نيجي نشوف دلوقتي الكي باس، ده البرنامج اللي هو بيمانج الباسوردات خلاص كده. الجهاز بطيء، احنا قلنا ان احنا في بعض البرامج بتقوم مع الويندوز اوتوماتيك، منها على سبيل المثال الانتي فايروس وبتاع، الكي باس بيقوم مع الجهاز اوتوماتيك. اكتشفت ان هو بطيء بيبطئ الجهاز، فعايز اقول له لو سمحت ما تقومش البرنامج ده معايا اوتوماتيك اول ما اخش الويندوز. يا عم انا لو عايزه هفتحه بايدي
خلاص. فانا لاحظت ان الجهاز بطيء فهروح اقفل ده خلاص كده، وبعدين هقول له لا لو سمحت انا دلوقتي مش عايز الكي باس يقوم معايا اوتوماتيك، مش عايز الكي باس ده يقوم معايا اساسا. طيب ممتاز جدا جدا جدا، انا عايز الكي باس لو سمحت، هروح على التاسك مانجر اقول له لو سمحت انا عايز الكي باس ما يقومش معايا اوتوماتيك عشان بيخش بيبطئ لي دخولي على سطح المكتب. خلاص، وهنشوف دلوقتي لما نفتح التاسك مانجر في الستارت اب هنلاحظ انه بيقول لك انه ده هاي او ستارت اب، حاجه اسمها هاي امباكت، بيبقى بيأثر قوي على دخولك على سطح المكتب. لو رحنا على ستارت اب بصوا هنا هتلاقي حاجه اسمها ايه، كي باس، بيقول لك هاي. هاي يعني ايه؟ يعني ده بيبطئ من دخولك على ويندوز. فهعمل له ديسيبل يا عم، مش مهم، هو كي باس انا اقدر افتحه بايدي، مش لازم يعني يقوم معايا اوتوماتيك، انما الانتي فايروس لازم يقوم معايا اوتوماتيك طبعا اكيد. فهنقول له ديسيبل الكي باس، انا مش عايز يقوم اوتوماتيك. خلاص كده. طيب ادي اول حاجه. طب وقلنا ان انا عايز ان انا اسرع من اداء الويندوز، اروح ايه، رايح في الباور اوبشنز. طالما الجهاز بتاعي ده ديسكتوب مش لابتوب اقول له لو سمحت خلي الباور اوبشن يبقى حاجه اسمها هاي بيرفورمانس، انا مش عايز الجهاز ده يطفي خالص، لا الهارد ديسك يطفي، الشاشه ممكن تطفي بعد 10 دقائق لو انا مش قاعد، انما الهارد ديسك ما يطفيش او الجهاز نفسه ما يطفيش. خلاص كده، الهارد ديسك تحديدا ما يطفيش. طب هل دي بتاثر في اداء الجهاز؟ يعني لو قلت له مثلا الهارد ديسك ما يطفيش بعد مده معينه، هل ده بيأثر في اداء الجهاز؟ طبعا بيأثر، طبعا بيأثر، بيخلي اداء الجهاز اسرع، لانه لما بتقول له مثلا بعد فتره معينه اطفي الهارد ديسك ده بيأثر، لا بيأثر على الجهاز، خلاص ده بيأثر على اداء الجهاز. طيب فاحنا هنقول له صحت في الباور اوبشنز عايز ان انت ما تطفيليش الهارد ديسك خالص لان ده ديسك توب مش لابتوب، وطفيلي الجهاز بعد الشاشه بعد 10 دقائق كده تمام. طيب دي حاجه تسرع لي من اداء الويندوز. في حاجه كمان، احنا تقريبا زمان ايام الويندوز اكس بي والويندوز 7 كان في برنامج بشوف بيه الصور على الويندوز اكس بي والويندوز 7 اسمه ويندوز فوتو فيور. خلاص ده برنامج حلو لذيذ كده صغير بتشوف عليه الايه اي مثلا ايمج او اي صوره او اي حاجه. خلاص البرنامج ده ظريف وخفيف وما بياخدش حاجه من الرامات وكان حلو جدا. ابتداء من ويندوز 10 شالوا البرنامج ده خالص، ويندوز فوتو فيور ده شالوه وبدلوه بحاجه اسمها فوتو، برنامج اسمه فوتو. خلاص كده، الفوتو ده بيخليك تشوف صور بس بطيء وبياخد من الرامات والبروسيسور. فانا عايز اعمل ايه؟ عايز كل الصور ترجع تتشاف بالويندوز فوتو فيور وما تتشافش بالفوتو اللي هو ويندوز 10 حطاه. اعمل ايه؟ في حاجه ريجستري كده او في حاجه معينه اقدر اعملها ارجع تاني الويندوز فوتو فيور الويندوز 10 بعد ما اتشال منها. خلاص كده، هنعمل ريجستري يرجع لنا الويندوز فوتو فيور. طيب ده حاجه. في الويندوز 10 حاجه اسمها كالكوليتر. خلاص كالكوليتر كلنا عارفين، تحط عليه تحسب عليه مش عارف ايه. الكالكوليتر في الويندوز 10 اتطور من الاكس بي او ال7، برضو اتطور وبقى احسن بس بياكل من الرامات والبروسيسور برضو. خلاص فانا عايز اعمل ايه؟ عايز استعمل الكالكوليتر اللي كان على الويندوز اكس بي والويندوز 7. خلاص انا كل اللي يهمني دلوقتي ان انا اخلي اداء الويندوز اسرع. خلاص، فالحاجات الصغيره دي بتفرق. خلاص، لما بستعمل برنامج بيشوف الصور بياخد اقل من الرامات والبروسيسور ده هيسرع لي في اداء الويندوز، لما بستعمل كالكوليتر بياخد اقل من البروسيسور والرامات برضو ده هيسرع لي من اداء الجهاز. فانا عندي ريجستري كي هيرجع لي الويندوز فوتو فيور، خلاص، وعندي برنامج الكالكوليتر القديم اللي كان على الويندوز اكس بي والويندوز 7 هرجعه تاني برضو. خلاص، طيب خلينا نمشي كده واحده واحده. ادي هنخش على ريجستري كي، حاجه معينه كده هنسطبها، خلاص هتسرع لي، او سوري حاجه هنسطبها هترجع لي الويندوز فوتو فيور، وهوريكم ايه الويندوز فوتو فيور ده، يعني هنبص عليه بصه دلوقتي. خلاص، في كده ريجستري كي هيرجع لي الويندوز فوتو فيور. طيب تعالى دلوقتي كده نبص على اي صوره، يعني انا دلوقتي عايز افتح اي صوره دلوقتي اشوف الويندوز 11 ده هيبص عليها بايه، ايه البرنامج اللي هيخليني اشوف الصور. خلاص نفتح مثلا اهو صوره مثلا معينه وليكن اي صوره. خلاص مثلا دي سي دومين اهو، مثلا هنروح على اي صوره باك جراوندز مثلا وليكن مثلا ادي صوره. خلينا بقى تابعوا معايا ايه البرنامج اللي هيتفتح. خلاص لو فتحنا ادي باك جراوندز اهو، ماشي، اول ما اجي اشوف الصوره دي هلاحظ في برنامج اسمه فوتوز. خلاص ده برنامج بيخليني اشوف الصور ابتداء من ويندوز 10، هو ده البرنامج اللي بيخلينا نشوف الصور. كان زمان في برنامج اقدم منه اسمه ويندوز فوتو فيور، هوريكم شكله واكيد كلكم عارفينه. المهم البرنامج ده على الرغم من ان هو متطور وفي اوبشنز كتير عن الويندوز فوتو فيور بس تقيل،
بيتقل الجهاز وبياخد من الرامات برضه. خلاص كده. فمثلا الشكل ده بصوا اهو، يعني مثلا شايفين اه فيه هنا حاجات كتير قوي 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 بس تقيل. خلاص. فانا عندي برنامج تاني اخف اللي هو اسمه ويندوز فوتو فيور، هوريكم شكله ايه وازاي نرجعه تاني. خلاص كده. طيب ادي الويندوز فوتو فيور، خلاص ادي شكله ومنظره. خلاص خلينا نشوف ازاي هقدر ارجع الويندوز فوتو فيور. هو حته ريجستري كي او ملف معين هسطبه. خلاص هوريكم ازاي هيرجع لي الويندوز فوتو فيور. خلاص كده الويندوز فوتو فيور ماشي، والكالكوليتر القديم بتاع الويندوز اكس بي والويندوز 11 الويندوز 7 انا اسف اهو. هنروح تمام، وبعدين هنخش نجيب حته ملف صغير كده، ده هيرجع لي الويندوز فوتو فيور. نخش كده اهو اكتيفيت فوتو فيور اون ويندوز، ده كوبي تمام، ونرجع الويندوز فوتو فيور ونشوف ايه هو الويندوز فوتو فيور شكله ايه. وده كالكوليتر القديم بتاع الويندوز اكس بي والويندوز 7. خلاص هنكوبيهم تمام ونحطهم عندي على الجهاز ونسطبهم تمام. كوبي بيست اوكي تمام. وهنخش ادي هنسطب ده، ده ريجستري كي اكتيفيت، دبل كليك هيلعب في الريجستري يروح مرجع لي الويندوز فوتو فيور تاني. خلاص كده اهو اوكي، هيقول له اقول له يس كده خلاص هيرجع لك الويندوز فوتو فيور. خلينا بقى نشوف حاجه زي كده هتتعمل ازاي. خلينا نمشي كده اهو، نرجع تاني ونخش مثلا على سبيل المثال، ثواني كده هنفتح، انا عايز اوريكم ايه. بصوا عايزين نرجع كده تاني، معلش حاجه بسيطه تاني، لا نرجع حاجه كده بسيطه كمان كده ثواني. احنا دلوقتي ايه خلاص، بصوا يا جماعه احنا خلاص سطبنا ريجستري كي. خلاص هناخد صوره بقى دلوقتي، بصوا ادي صورتين اهم، لو تفتكروا كانوا بيتفتحوا بالفوتو. دلوقتي هنقول له رايت كليك، خدوا بالكم معايا رايت كليك بعد ما سطبنا ريجستري كي، نقول رايت كليك وقول له اوبن ويز تمام، وقول له اذر ابلكيشن تمام، هيظهر الويندوز فوتو فيور. قبل ما سطب الريجستري كي ما كانش ده هيحصل. دلوقتي هنزل تحت، بصوا مور ابس، هننزل تحت بصوا اللي ظهر، هننزل تحت كمان شويه لسه ما ظهرش. سوري ليه بقى، المفروض لما تسطب الريجستري كي يظهر لك ايه البرنامج تمام. تاني هنرجع دلوقتي نعمل ايه، هنسطب هو دلوقتي احنا كنا سطبناه بس ما ظهرش كده، لسه ما ظهرش حاليا. هنسطب البرنامج تاني او هنسطب الريجستري كي تاني، بصوا معايا ايه اللي حصل بعد ما نسطبه. نفتح نقول له اوبن ويز، هنلاقي الفوتو فيور ظهر. كويس ان انتوا شفتوا الصوره او شفتوا الموضوع. لو رجعنا تاني وقلنا رايت كليك، رايت كليك خلاص، وقول له اوبن ويز، فركزوا معايا اوبن ويز، ونقول له تشوز اذر ابلكيشن، هننزل تحت اللي هيظهر بقى، بصوا هيظهر تحت حاجه ثواني كده، رايت كليك تمام واوبن ويز، وبعدين هنقول له اذر ابلكيشن تمام، هننزل تحت مور ابس. اه بصوا بقى ظهر ايه الويندوز فوتو فيور، كان قبل الريجستري ما كانش ده ظاهر. وهنقول له اولويز اوبن ويز جي بي جي دوت فايلز. هنا في تريك خلاص، انا عايز كل الصور تتفتح بالويندوز فوتو فيور. في طريقه ان انا بخش على الكنترول بانل ديفولت بروجرامز واقول له لو سمحت انا عايز الويندوز فوتو فيور يشوف كل الصور. دي مش هتنفع الحكايه دي، احنا لو عايزين برنامج معين يفتح حاجه معينه او ملفات معينه بنروح الديفولت بروجرامز. يعني على سبيل المثال البي دي اف، انا عايز الادوب ريدر هو اللي يفتحها، بروح كنترول بانل ديفولت بروجرامز اقول له لو سمحت خلي الادوب ريدر هو اللي يفتح البي دي افات بس. نفس الكلام ينطبق على اي حاجه، انا مثلا عايز اقول له لو سمحت عايز كل الصور تتفتح بالويندوز فوتو فيور، بروح الديفولت بروجرامز واقول له لو سمحت خلي كل الصور تتفتح بالويندوز فوتو فيور. الطريقه دي مش هتنفع مع الفوتو فيور تحديدا، مش هينفع، مش هينفع عن طريق الديفولت بروجرامز. لازم تمسك كل اكستنشن صور تقول له افتح افتح بالفوتو فيور. يعني على سبيل المثال الجي بي جيات تتفتح بالفوتو فيور، البينج يتفتح بالفوتو فيور، الجيف يتفتح بالفوتو فيور. لازم اكستنشن اكستنشن او امتداد امتداد لكل صوره، لكل نوع صوره يتفتح بالفوتو فيور. هي معلش هي لفه شويه بس دي الطريقه الوحيده، مش هينفع تعملها عن طريق الكنترول بانل ديفولت بروجرامز، مش هينفع. خلاص كده دي مش هتنفع. يعني على سبيل المثال بصوا يا جماعه، انا دلوقتي لو جيت هنا اهو رايح مثلا قلت كده كده اهو كنترول بانل وبعدين ديفولت بروجرامز، شايفين ديفولت بروجرامز دي اهو، ديفولت بروجرامز اهو سيت ديفولت بروجرام هنا اهو، نلاحظ ايه انه هيجي يقول لك بص بقى
بس هي نقطة صغيرة عايز أقولها. لو بصينا هنا تحت، بصوا هنا بيقول لك إيه، هنا مثلا بيقول لك الفوتو فيو، مين البرنامج اللي هيشوف الصور. ممكن تقول له هنا سيت ديفولت، يعني عايز البرنامج اللي يتفتح بيه الصور هو برنامج معين، خلاص كده. ما ينفعش بقى اعمل اقول له من هنا خلي الويندوز فوتو فيور هو اللي يبص على البرامج، او هو اللي هو يبص على الصور، مش هينفع. اهو بصوا، لو جيت كده مش هلاقي هنا، مش هلاقي هنا الويندوز فوتو فيور، خلاص. رغم ان انا كنت شايفه قبل كده، انما مش هينفع بالطريقه دي. لازم انت تمسك امتداد وتقول له لو سمحت افتح لي بيه بالفوتو فيور، خلاص كده. فدي نقطه مهمه جدا جدا لازم ان انا اقولها. طيب خلينا نكمل ونشوف الويندوز فوتو فيور. هفتح كده واقول له ايه اولويز اوبن جي بي جي بالبرنامج ده، تمام. ماشي. وفي بقى نوع تاني اسمه بينج، في صور تاني امتداد بينج، لازم برضه اعمل نفس الطريقه. كل امتداد صور لازم اعمل نفس الحكايه، خلاص كده. اروح رايح واقول له لو سمحت، بس ما تقلقوش، هو اغلب الصور يا جي بي جي يا بينج يعني، خلاص. وبينج بس كده. نيجي بقى نفتح نشوف ايه الفوتو فيور ده، شكله بسيط وجميل ما فيهوش اي حاجه خالص. دبل كليك عليه، خلاص كده. بصوا بقى شكل الفوتو فيور ده شكله ايه، اهو. ثواني ثواني بس يا جماعه، لا ده مش حاجه تانية. يعني بصوا ثواني كده بس، طبعا عشان الجهاز بطيء قلنا طبعا ده يعني ايه. بصوا ادي الويندوز فوتو فيور، بسيط وسهل وجميل، مفيش حاجه خالص، خلاص كده. كده خلينا الويندوز فوتو فيور يشتغل، خلاص. والكالكوليتر عادي يا جماعه، هو برنامج بتسطبه وخلاص. اهو الكالكوليتر بتاع الويندوز 10 ده سورس برنامج كده بتسطبه، هوريكم ازاي دلوقتي. ادي الكالكوليتر اهو، برضو ده ممكن تنزلوه من وين ايرو، فاكروا الموقع بتاع وين ايرو اللي نزلنا منه وين ايرو تويكر، ممكن تنزل منه الاولد كالكوليتر. برنامج هسيبه لكم برضو في جوجل درايف لينك في وصف الفيديو، تسطب الكالكوليتر بتاع الويندوز اكس بي او الويندوز 7، خلاص كده. بس هتسطب الكالكوليتر كده، بقينا ايه، سطبنا الكالكوليتر ورجعنا الويندوز فوتو فيور، وعملنا ديسيبل لكي باس عشان ما يقومش مع الويندوز اوتوماتيك، لانه بيبطئ لي دخولي على الويندوز. نيجي بقى لحته الباور اوبشنز، عايز ان انا اخلي الجهاز ده الهارد ديسك بتاعه ما يطفيش، او الجهاز ما يروحش سليب. فاهمني ازاي سليب؟ يعني ايه؟ يعني الجهاز يطفي عشان يوفر كهرباء، خلاص. وده بيأثر في اداء الجهاز، خلاص. الكلام ده ينفع في لابتوب لو انت معاك بطاريه ومفيش مثلا سورس كهرباء، ما عندكش الشاحن، فممكن الكلام ده يمشي. انما في شبكه على جهاز ثابت، مش لابتوب يعني، الباور اوبشن لازم يكون ان ما يعملش سليب وما يطفيش الهارد سكات. ممكن يطفي الشاشه اه لو عايز، مفيش مشكله برضو. فكل ما الباور اوبشن تقول له خليك شغال على طول، ده اللي انا فهمته، خليك شغال على طول ما تطفيش، ده احسن لاداء الجهاز، احسن ما تقول له اطفي، خلاص. احسن مش اوفر، خدوا بالكم، خلاص كده. احسن بيحسن من اداء الجهاز، مش بيوفر في الطاقه. انا هنا مش بكلمش على توفير الطاقه، خلاص. طيب خلينا كده بقى نبتدي نستكشف الاوبشنز بتاعه الويندوز 11، خلاص. نبتدي نستكشف الاوبشنز بتاعه الويندوز 11. انا عايز بس امشي كده حاجه بسيطه لان الموضوع ده مش ماشي معايا قوي. ماشي، خلينا كده ايه، نروح على السيتنج. ماشي، خلينا نروح فين بقى، نيجي على الحته بتاعه الباور اهو. هنقف على الباور، تمام. نفتح حته الباور دي، نيجي اقول له لو سمحت انا عايز ان انا اغير الاوبشن بتاع الباور، خلاص. عايز اغير الاوبشن بتاع الباور، خلاص. هنلاحظ ان في الباور في حاجه اسمها بالانسد باور بلان، وحاجه اسمها باور سيفنج بلان، يعني خطه لتوفير الطاقه وخطه لموازنه الطاقه. يعني انا ممكن اخلي اداء جهاز كويس وفي نفس الوقت اوفر في الطاقه، خلاص. او انا مثلا اخلي جهاز الاداء كويس وفي نفس الوقت ابقى انا موفر للطاقه، وفي حاجه ثانيه لا، اوفر الطاقه واخلي اداء جهاز وحش ما يخصنيش. فالبالانس دي، في حاجه اسمها بالانس باور بلان، انا اخلي اداء جهاز كويس وفي نفس الوقت اوفر الطاقه، وفي حاجه اسمها باور سيفنج بلان، انا اوفر الطاقه بس الجهاز ما يكونش كويس، خلاص كده. فخلينا نختار نشوف احنا عايزين ايه. احنا عايزين يبقى اداء جهاز كويس جدا بغض النظر عن استهلاك الطاقه، خلاص. الكلام ده لان انا شغال على ديسك توب، على جهاز ثابت مش على لابتوب، فما يهمنيش الطاقه، انا عندي سورس طاقه، خلاص كده. هنيجي هنا اهو، هنختار البالانسد، هنرجع تاني معلش. احنا شغالين حاجه اسمها بالانسد. بصوا هنا يا جماعه، هنا بيقول لك اوتوماتيكلي بالانس بيرفورمانس ويز انرجي كونسامبشن اون كيبابل هاردوير. يعني هنا بيقول لك ان هو بيوازن ما بين الاداء بتاع الجهاز وما بين استهلاك الطاقه، خلاص. احنا هنا لا،
انا مش عايزه ان هو يوازن، انا عايزه انه يخليه الاداء احسن حاجه بغض النظر عن الطاقه، خلاص؟ لان ده جهاز ثابت مش لابتوب، مش ما فيش بطاريه، يعني انا بشتغل على الطاقه بس، خلاص؟ ومش محتاج اوفر طاقه، انا عايز الاداء عندي اهم حاجه. فاقول له تشينج بلان، واقول له لو سمحت انا مش عايزك تطفي لي الجهاز ده خالص. بص، حاجه اسمها بوت كمبيوتر تو سليب، انا مش عايزه ان هو يبقى سليب. سليب دي يعني ايه يا جماعه؟ يعني انت باختصار تلاقي فجاه الجهاز طفى كده خلاص، وشاشه اسودت والجهاز طفى خالص، ماشي؟ كانه طفى، تدوس على زرار في الكيبورد تلاقيه راح رجع تاني اشتغل تاني. دي اسمها سليب، حاله نوم، خملان، خلاص كده؟ فانا عايز اقول له لا مش عايز سليب، لان ده بيأثر لي في اداء الجهاز. فهقول له لا لو سمحت انا مش عايزه يعمل سليب خلاص، وهقول له كمان لو سمحت ما تعمليش حاجه اسمها هايبرنيت. هايبرنيت برضو شبه السليب كده، عايز الغي الاوبشنين دول، خلاص كده؟ اهو تيرن اوف هارد ديسك، يعني سليب اطفي لي الجهاز كله، وهنا كمان يطفي لي الهارد ديسك بعد كام؟ بعد 20 دقيقه. اقول له لا لو سمحت، ما بيطفي الهارد ديسك لان ما فيش حد شغال عليه، فبالتالي لا انا مش عايزه يطفي لي الهارد ديسك، انا عايزه يخليه على طول مشغل الهارد ديسك، خلاص كده؟ وسليب مش عايز اسليب خالص، مش عايز 30 دقيقه، مش عايز خالص، خلاص كده؟ فدي هتحسن من اداء الجهاز، خلاص كده؟ دي اسمها اعدادات الطاقه، خلاص كده؟ طيب، في حاجه اسمها بالانسد باور بلان، دي احنا بنلعب في حاجه اوريدي موجوده. في خطه اسمها هاي باور بلان، في حاجه اسمها التيميت باور بلان او التيميت هاي باور بلان، خلاص؟ الخطتين دول بيسرع لك من اداء الجهاز على طول، بدل ما تخش وتلعب في الاوبشنز، لا هو مجهز لك خطه فيها كل الكلام ده كله. ازاي يعني؟ هوريكم. انا دلوقتي عملت ابلاي اوكي، نمشي كده حاجه بسيطه. بصوا، نيجي فين بقى؟ شو حاجه اسمها شو اديشنال بلانز. ايه بلانز دي؟ بصوا بقى، في عندك اتنين، هاي بيرفورمانس والتيميت بيرفورم. بالانس دي يعني بيوازن ما بين الطاقه وما بين اداء الجهاز، واحنا دخلنا لعبنا فيها، خلاص؟ طيب لا، انا ممكن اختار دي على طول، دي خطه فيفورز بيرفورمانس بات مي يوز مور انرجي. هنا الخطه دي بي بي بيفضل الاداء على الطاقه. يعني لو جينا قلنا، لو شفنا الـ 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 الخيارات بتاعتها، هتلاقي ان هو طافي سليب باي ديفولت، يعني هنلاقي هنا السليب هو قافله اوتوماتيك. فبدل ما اجيب حاجه اقعد العب فيها، طب ما دي جاهزه، اختار الهاي بيرفورمانس او الالتيميت بيرفورمانس. خدوا بالكم، الالتيميت بيرفورمانس دي لازم تكون على اجهزه قويه جدا، يعني ما تستعملش دي على اجهزه مخصوصه ليها هاردوير عالي شويه. انما هنختار الهاي بيرفورمانس، بلاش البالانس دي، هنختار الهاي خلاص. بدل ما دي نخش ونلعب فيها، طب ما ناخد دي على طول اللي هي السليب مقفول فيها اوتوماتيك، بدل ما اخش على البالانسد واقفل السليب، تمام؟ خلينا حتى نشوف كده، لو قلنا له الهاي بيرفورمانس ودخلنا بصينا فيها، هنلاقي ان السليب مقفول فيها باي ديفولت. السليب مقفول فيها باي ديفولت، لان احنا قلنا هاي بيرفورمانس مثلا كده، وقلنا له تشينج بلان سيتنج. بصوا كده، هبصوا بقى ايه اللي حصل. السليب هنا معموله نيفر، خلاص؟ السليب معموله نيفر، هو قافل السليب خلاص، وهو عارف ان ده هيسرع من اداء الجهاز، خلاص كده؟ طيب نكمل ونشوف بقى السيتنج اللي جوه. هو هنا بقى ايه؟ طبعا بنلعب برضو في شويه حاجات، طبعا هو ستيل صحيح ان هو يعني عامل سليب نيفر وكل حاجه، بس احنا ممكن برضو نلعب فيها شويه كمان، انما براحتك. انا كل اللي بقوله ان الباور بلان دي بتساعد انه الجهاز يشتغل احسن، خلاص كده؟ طيب خلاص، عملنا الباور بلان دي، تمام. في بقى شويه حاجات عايزين نشتغل فيها. اولا انا عايز اعمل ايه؟ عايز الويندوز دي بالانجليزي، عايز لو انا راجل ما بفهمش انجليزي، عايز اقلب الويندوز كلها اشوفها بالعربي، عايز اضيف اللغه العربي واقدر ان انا احول الويندوز كلها العربي. عايز العمله تظهر بال 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 بالمصري مش بالدولار. عايز حاجات معينه، عايز التواريخ تظهر بشكل معين، عايز مثلا التاريخ يظهر لي اليوم والشهر وبعدين السنه. بره في امريكا بيقولوا الشهر الاول وبعدين اليوم وبعدين السنه، انا عايز اظبط الكلام ده كله، خلاص؟ فدي كلها تفاصيل عايز اظبطها، خلاص كده؟ الجهاز ده لما افتكر مجلس الطبناء قلنا له ان احنا قاعدين في الولايات المتحده، خلاص كده؟ قاعدين في الولايات المتحده، فهو طبعا مظبط كل التظبيط ده على الولايات المتحده. واحد يقول لي طب ما كنت تقول له انت في مصر، ماشي قول له انت في مصر، بس هي هتلاقيه ملخبط لك الدنيا. الاحسن تقول له ان انت في الولايات المتحده، وبعدين تخش تعدل بقى وتلعب زي ما انت عايز، حتى عشان نتعلم ازاي الحاجات دي او ايه الحاجات اللي نقدر نعدلها، خلاص؟ واماكنها فين. طيب خلينا نخش ونشوف برضو الدنيا دي هتمشي ازاي. خلاص احنا طبعا الكلام ده يعني مش ظبطناه، خلاص نيجي بعد كده فين؟ نخش على الريجن، خلاص ده بقى هنا كنترول بانل والريجن. وبعد كده نبتدي بقى نلاحظ ايه هنا بقى شكله على سبيل المثال، زي ما بقول هنا مثلا هيبين الشهر وبعدين اليوم وبعدين السنه، انا عايز العب في الحاجات دي مش عايز الشكل ده. هنقول له اديشنال سيتنج ونلعب بقى، نخلي التواريخ تظهر بطريقه معينه. مثلا على سبيل المثال حتى الساعه ممكن يقول لك مثلا دلوقتي الساعه 13:24، 13 دي يعني الساعه واحده،
13 دي نظام اسمه نظام ال 24 ساعه. خلاص، يعني بدل ما يكتب لك الساعه 1 1 يكتب لك الساعه 1 13، ده اسمه نظام ال 24 ساعه. في نظام تاني اسمه ال 12 ساعه. ال 12 ساعه يعني ايه؟ يعني لما تبقى الساعه 1 ما يكتبش 13، يكتب 1. يعني لما اقول ان انا شغال بنظام 12 ساعه، يعني لما تيجي الساعه 1 يكتبها 1. لما اقول شغال بنظام ال 24 ساعه، لما اجي تيجي الساعه 1 تيجي يكتبها 13. خلاص، عايز اظبط الليله دي. خلاص، طب واحد يقول لي هو انا لازم اعمل الكلام ده؟ انت هتعملها هتاخد منه نسخه ايمج، فهتبقى عادي هتطبق كله، بس ممكن تعمل الكلام ده عن طريق جروب بولسي عادي جدا. بس احنا بنتكلم لو انت ما عندكش جروب بولسي، يعني انت مش في دومين، عندك اجهزه في ورك جروب عايز تظبط الليله كلها، في كافيه مثلا عايز تظبط كل الاجهزه على شكل واحد، فده يبقى دي طريقه. هتجيب نسخه ويندوز وتسطبها وتلعب في الحاجات دي وتاخد منها نسخه بالاكرونس وتسطبها على بقيه المكن او تطبقها على بقيه المكن. طيب خلينا نبتدي ونقول له اديشنال سيتنج. خلاص دلوقتي اهو عايزين نقول له اديشنال سيتنج، نبتدي بقى نغير شويه في شويه تفاصيل. اولا اول حاجه الميجرمنت سيستم. الميجرمنت سيستم يعني النظام القياس، نظام القياس على نظام الولايات المتحده. طبعا ده هنغيره المتريك. ليه؟ لان احنا هنا مثلا بنقيس الاوزان بالكيلو، هم بيقيسوه هناك بالباوند، حاجه اسمها الباوند. احنا هنا مثلا بنقيس درجه الحراره بالسيليزيوس، هم هناك بيقيسوه بحاجه اسمها الفهرنهايت. فطبعا ده هيعمل معاك مشاكل لما تيجي ماسك حاجه في الويندوز تكتبها، هيقيسها هيكتب لك مثلا الوزن بالباوند مش بالكيلو. فانا عايز اظبطه مترك، لا هظبطه على نظام السيستم بتاع القياس اللي في بلدي اللي انا هتصرف بيه. خلاص، فهنقول له مترك بدل يو اس. خلاص، طيب نيجي بعد كده برضو لحاجه تانية. مترك خلاص ظبطناها. نيجي للكرنسي، العمله. العمله دي كمان المفروض انها تكون ايه؟ هو هنا جايبها بالدولار، هقول له هنا بنظام ال اي او نظام الجنيه المصري. ال اي ده اختصار العمله اسمها ال اي، مش عارف اختصار ايه اللي ايه يعني ايه، انا عارف ايجيبشن، ال دي انا مش عارف ايه، ما اعرفش بتاعت ايه يعني. تايم هنا بقى هنقول له بصوا بقى هنا التوقيت بيظهروا ازاي. اتش ام ام تي تي، يعني معنى كده ان ده نظام ال، ده هنا نظام ال 12 ساعه. يعني هنا اتش ام ام تي تي دي الاتش الصغيره دي معناها انه لما تيجي الساعه 1 هيكتب 1. لا طبعا عايزه لما تيجي الساعه 1 يكتب 13، يبقى بدل الاتش كابيتال اتش سمول اخليه اتش كابيتال. خلاص، لاحظوا معايا هنا بيقول لك الاتش سمول نظام ال 12 ساعه، الاتش كابيتال نظام ال 24 ساعه. خلاص، انا هنا عايزه يكتب 24 ساعه، اللي هو يعني لما تيجي الساعه 1 يكتب 13. خلاص، طيب ببساطه هنغير ونكتب، هقول له عايز اتش اتش اب ام تي تي، اتش اتش كابيتال ام ام تي تي. هنشوف حتى الشكل الساعة هيتغير، هتلاقي مثلا بدل لما تيجي الساعة 1 هيكتب 13. خلاص، اتش اتش ام ام اس اس. خلاص، خلاص، وهنا التاريخ بدل ما يبقى الشهر وبعدين اليوم وبعدين السنة، لا اليوم وبعدين الشهر وبعدين السنة. خلاص، دي شوية تفاصيل كده عشان تظبط الأداء بتاع الويندوز، وطبعا تظبط التوقيت بتاع توقيت القاهرة. بصوا يعني بصوا تحت ايه اللي حصل، هتلاحظ هنا ايه الشكل اتغير. بصوا اهو 12 هنا الشهر، السنة الشهر، اليوم الشهر السنة، وشايفين الشكل اتغير كده. خلاص، طيب ببساطة ده شيء ممتاز جدا جدا، ده كله ده عشان تظبط نسخة الويندوز على المكان اللي انت قاعد فيه. انت قاعد في مصر يبقى لازم تكون كل التظبيطات ماشية مع مصر. خلاص كده، والتاريخ لازم يكون ماشي برضو بالتوقيت اللي الناس تفهمه. خلاص، والسنة والشهر كل التفاصيل دي كلها. خلاص، ظبطت انا الليلة دي كلها. انا كده بالنسبة لي يعني ممتاز. انا دلوقتي كمان عايز ايه؟ عايز بقى اضيف، عايز ان انا ابقى عندي امكانيه ان انا ازود اللغه العربيه او اخلي الويندوز كلها تشتغل بالعربي. اعمل الكلام ده ازاي؟ خلاص، لازم اجيب من اللانجوج، هخش في حته كده في السيتنج واقول له لو سمحت عايزك تعمل لي حاجه معينه. خلاص، خلينا بس نجيبها ازاي اقول لكم. نمشي كده حاجه بسيطه برضو، نمشي كده. بص يا سيدي، هنا بص هنا جينا فين؟ في التايم اند لانجوج في حاجه اسمها ويندوز ديسبلاي لانجوج، اللغه اللي الويندوز بتظهر بيها. هنا في اللغه الانجليزي بس، ما ينفعش ان انا اشوف الويندوز غير باللغه الانجليزي. طب افرض عايز اشوفها بالعربي، لو تفتكروا ان انا وانا بسطب الويندوز قلت له ضيف لي الكيبورد العربي، الكيبورد العربي بس، مش يعني اكتب عربي بس ما اقلبش شكل الويندوز كله عربي او ان انا اشوف الويندوز كلها بالعربي. هاجي هنا اهو واقول له لو سمحت نزل لي اللغه العربيه، مش خليني مش نزل لي كيبورد العربي، نزل لي اللغه العربيه كلها او نزل اللغه العربيه نفسها،
وبعدين اول ما اعمل كده هيروح ظاهر لي هنا مع الولايات المتحده، هيظهر لي ان بقى فيه لغه عربي. يعني خدوا بالك في فرق ما بين ان انا انزل كيبورد عربي يعني انا اكتب بالعربي، وان انا اقلب الويندوز كلها بالعربي، ده حاجه وده حاجه. طيب خلينا نشوف ازاي اخلي الويندوز تشتغل بالعربي. خلينا نمشي كده، خلينا نيجي هنا ادي نمشي حاجه بسيطه كده. بصوا بقى معايا ثواني، نمشي كمان كده كمان. بصوا هنيجي هنا اهو، يعني خليني كده معايا. بصوا هنيجي كده ونفتح ده، هنفتح اللغه العربيه دي هنا، نطلع فوق شويه. لا لا ثواني كده، نطلع فوق كمان. لا انا مش عايز ده. بصوا يا جماعه نمشي كده برضو، هنيجي هنا اهو، هنيجي اهو. لا مش كده، مش كده برضو. لا هنيجي هنا في العربي تحت، يو لا برضو مش كده. بصوا اهي هنيجي هنا في العربي تحت برضو، انت هنا غلطان ثواني. هنيجي كده، نيجي كمان كده. بصوا يا سيدي هنيجي في تايم اند لانجويج تاني، خليكم معايا. وهنفتح ده كده، وبعدين نفتح الكيبورد العربي. لاحظوا معايا هنا الكيبورد العربي دي، نقول له لانجويج اوبشنز. خدوا معايا، خدوا بالكم معايا، ودوس كده لانجويج باك. مسافه ما نزلت ده خلاص كده اقدر اقلب الويندوز، اخليها بدل ما تتشاف بالانجليزي كلها تتشاف بالعربي. خلاص اصبروا كده شويه معايا، بعد ما ننزل اللغه كده بينزل اللغه العربي. خلاص طب واحد يقول لي هو انا ممكن اقلب الويندوز عربي ليه؟ يعني ممكن واحد يا سيدي مش قادر يفهم اللغه الانجليزي خلاص، فبتقلب له الويندوز كلها بالعربي. رغم ان انا افضل طبعا ان احنا نتعامل بلغه اهل العلم، يعني انا مثلا الناس دي هي المتفوقه في المجال ده فادرسها بلغتهم. لاحظ ان بقى في اللغه العربيه اهو، خلاص كده. طيب خلينا نشوف احنا وصلنا لحد كام دقيقه في الموضوع ده. اوبشن وبعدين 51 دقيقه. طيب خلينا بس نشوف الحته اللي جايه. انا كده خلاص ضفت اللغه بتاعتي، هنبتدي بعد كده بقى ايه نستكشف الاوبشنز المختلفه بتاعت الويندوز 11. نبتدي بقى نبص بصه كده عامه على الاوبشنز وايه الحاجات المهمه اللي ممكن نستفيد بيها. بس ده ان شاء الله هيكون الفيديو اللي جاي، وهنقف عند الدقيقه 35:22. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ان شاء الله هنكمل بقيه التيبس اند تريكس بتاعت الويندوز 11 وازاي نعمل ماستر ايمج من ويندوز 11 الفيديو اللي جاي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات، وذلك بلا شك فضلا منكم وليس امرا مني. يا جماعه اللي حاسس ان هو بيستفيد من الماده دي وعايز اكتر، حابب ان هو يستفيد اكتر وعايز ياخد كورس خاص او كورس بمقابل مادي، يتواصل معايا على الواتساب، او يتواصل معايا على قناتي على التليجرام، او يتواصل معايا على ميل الشخصي kareem.raouf@gmail.com، او يسيب لي كومنت في الوصف الفيديو، او يكلمني على الفيسبوك. في طبعا طرق كتيره جدا تقدروا تتواصلوا معايا. شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.